التعليم للتفكير، أما الفن فهو للشعور. يا مساء الخير والسعادة والفن على أحلى مشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. هكون معاكم أنا ريهام الصرفي ولمدة نص ساعة كل يوم أربع وحلقة جديدة من فانتوبيا. زي ما تعودنا في فانتوبيا إن احنا بنمشي مشوارنا مع الضيوف بتوعنا في خلال مسيرتهم الفنية، وبنشوف إيه الحلو اللي قابلهم، وكمان بنشوف إيه العقبات اللي قابلتهم. ضيفي النهاردة يمكن لسه في بداية مشواره الفني، لكنه يمتلك من الموهبة والقبول اللي يخليه من أهم الناس في المستقبل إن شاء الله في المجال اللي هو فيه اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. ضيفي النهاردة عمل أغنية لقت قبول ونجاح غير مسبوق. خلوني الاول بس ارحب بضيفي عمرو حسن اللي نورنا النهارده في الاستوديو. اهلا يا عمرو، ازيك؟ سعيد بمقدمتك الجامده قوي. ميرسي. عمرو حسن الشاب الطموح خريج كليه الاعلام، من فوتوجرافر شاطر ذو حس مميز الى مغني. كلمني بقى، انت قاصد ترتب خطواتك بالشكل ده ولا الدنيا جت معاك ازاي؟ لا والله، الموضوع الغنى ده حلم قديم جدا، من زي اي حد من وانا طفل صغير، يعني في المدرسه يعني كنت عايز اغني، بغني وناس كتير بتقولي صوتك حلو وغني والكلام ده يعني. بس موضوع التصوير كان موهبه، كان موهبه يعني برضو وبتاع وكده يعني كده الاثنين موهبه. الاثنين موهبه يعني، بس موضوع التصوير قلب بشغل، يعني قلب ان انا دي حاجه حلوه انك توظف موهبتك في شغل. قلب بشغل، وبعد كده الحمد لله يعني بعلاقات كبيره جدا جدا جدا، مسكت ايفنتس كبيره مهمه وحاجات، صورت ناس معروفين كتير. فهو ده ممثلين ومشاهير، هو ده السبب الاساسي اصلا في كل الناس عرفتني، كان موضوع التصوير يعني. بس انا هدفي وحلم حياتي ان انا اوصل صوتي، يعني انا نفسي اغني يعني. طيب خليني اتكلم مع عمرو حسن المطرب دلوقتي. عمرو حسن نزل باغنيه غمة ونزاحت، وحققت اكتر من نص مليون مشاهده في اول كام يوم ليها. والحقيقة إنها مش أغنية عادية، الأغنية تقريبا حكاية، زي ما الفنانة الجميلة وفاء عامر قالت عليها حكاية وجع. يعني من مكاني ده حابة أحيي سلمى رشيد على سلمى كلماتها. سلمى موهوبة جدا، ودايما كل كلامها فيه موضوع وفيه محتوى معين، فهي من الشعراء الشاطرين جدا الموهوبين جدا بجد في جيلها يعني. دي حقيقة، بتقول ما حسيتش بوجع بعديك ولا نقصاني حنية، مشيت والفضل يرجع ليك بناقص عشرة مؤذية. عمرو حسن بيقول لمين بناقص عشرة مؤذية؟ لا والله ناس كتير بصراحة. يعني بقولها لأي حد، أي حد عموما، يعني من غير ما نخش في تفاصيل، أي حد مش عارف قيمتك في حياته أيا كان هو مين الشخص ده، ده أكيد بناقص معرفته أصلا، مش بناقص عشرة مؤذية، بناقص أصلا معرفته، لأن هو مش هيكسبك أكتر ما هيخسرك يعني. فخلينا مع الناس اللي عندهم طاقه ايجابيه وبيضيفوا لنا وبيشجعونا، هم دول اللي عايزين المفروض نعرفهم في طول حياتنا يعني. المفروض فعلا الواحد يتجنب اي حد بيأذي، اي طاقه سلبيه. طيب بما ان احنا بقى اتكلمنا عن الاغنيه، مش معقول مش هنسمع جزء ممكن منها؟ نغني حته منها اللي انت بتحبيها دي. يا ريت. ما حسيتش بوجع بعديك ولا نقصاني حنية، مشيت والفضل يرجع عليك بناقص عشرة مؤذية، ملوش لازمة عتابي طول، مضايقك رأيي فيك معقول، خلاص لو مين سألني هقول كويس بس مش ليا، فبزيادة وجع وجروح، أنا مش ماسكة فيك ما تروح، فراقنا لكان حرام ولا عيب، دي كانت غمة وانزاحت. الله الله يا عمرو. عمرو الأغنية دي جت ازاي؟ يعني انت كنت بتدور على حد يكتب لك الكلمات؟ كنت بدور طبعا، وموضوع جديد عليا ومش عارف اروح لمين واكلم مين. ساعتها كان الشاعر الكبير جدا احمد المالكي عرفني بسلمى، ووصلني بسلمى وتيمورك التانيين، برضه ملحن الشاطر جدا مصطفى شكري وموزع احمد امين، فهو وصلني بالتيمورك الشاطرين جدا دول، وسمعت بقى غمى وانزاحت اتلحنت بعد كده، كنت سامعها كلام بس يعني، يعني شفتها كلام بس، كانت اتلحنت وكانت وزعناها، والحمد لله لقيت قبول مع البنات تحديدا يعني. اه يعني
حاجه. هو الستات يا عيني بتنجح اي حاجه بالذات لما تحسها. الناس كتير مجروحين معرفش. صوتك فيه شجن يا عمرو. الحمد لله يعني بحاول انا، دي كانت البدايه يعني، انا ابدا بدراما يعني انا اعمل حاجه الناس بتحب الدراما والنكد بشكل عام يعني، فبدات بيها واللي جاي بقى حاجه مختلفه شويه الاغنيه الجايه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. عمرو انت كتبت على صفحتك على الفيسبوك يوم 20/1/2021 ده اليوم اللي جمعني بالفنان رامي صبري بدايه شغل. ايه بقى احكي لنا بقى والله ايه الحكايه؟ اقول بس حاجه، الفنان رامي صبري ده يعني من بالنسبه لي يعني هو من بالنسبه لكل الناس طبعا يعني هو من اهم المطربين في مصر وفي الوطن العربي، من اهم الاصوات طبعا يعني طبعا، فنان محبوب وفنان كبير وانا بتعلم منه في حاجات كتير جدا. الراجل ده بي بي بيطور في المزيكا بشكل مش طبيعي. الراجل ده بيعمل بيقدم في اغانيه محتوى دايما، موضوع مش تلاقي اغنيه ما فيهاش موضوع، مش تلاقي اغنيه ما فيهاش حدوته، مش بيعمل اي اغنيه وخلاص، مش لاقي اغنيه وحشه اصلا للفنان رامي صبري يعني. فهو بالنسبه لي يعني قدوه والجاد فادر زي ما بيقولوا يعني في الغنى، انا بتعلم منه حاجات كتير جدا. بس هو يعني لما طلبني يعني انا اعمل معاه شغل كان في موضوع التصوير طبعا، هو لو طلبنا اصور، طلبني اغني، طلبنا لحن، طلبني اعمل اي حاجه انا معاه في اي حاجه، فانا كده كده مش هسيبه. طب هو طلبك تصور ايه؟ اصور بقى في اللي هو في الشغل اللي انا كنت بفهم فيه او بعمله، ان انا ابقى بصوره هو يعني في الايفنت بتاعته في الايفنتس اللي بيروحها، في المهرجانات، في الايفنتس، في الويدنجز، في الحفلات. فكان شرف ليا جدا ان هو يختارني ان انا اللي اتعامل معاه الفتره دي، وان شاء الله على طول يعني. طب نسمع حجر رامي صبري بصوتك؟ ماشي نسمع. طيب نسمع ايه بقى؟ نسمع ايه؟ شوف انت، انا هسيب لك الاختيار. نسمع بقى حاجه انا بحب، كان الفراق اسمه نصيب مدى الحياه. لا هحفظها برضو بس هقول لك حاجه احلى. خصمت الشوارع، هقول لك حاجه احلى. طيب قول. تمام، حاجه دراما برضو. كنا نقول مثلا بانت قيمتها لما ضاعت من ايديا، طيبة وحنان مش موجودين غير فيها هي، كان قلبها من غير ما اقول بيحس بيا. لو عشت فوق العمر عمري هعيشه ليها، هفضل فاكرها وعمري يوم ما حكون ناسيها، وهعيش على امل ان يوم اشوف عينيها. كل ما انساها افتكرها، مهما اشوف ما بشوفش غيرها، الوحيدة اللي معاها وفي هواها ارتحت انا. عمرها ما هتبقى ماضي، اللي بينا ما كانش عادي، حب عاش من يوم لقانا ولسه هيعيش 100 سنة. الله ينور عليك. بص قبل ما اختم انا هسمع منك حصريا الاغنيه الجديده كوبليه لفانتوبيا ان شاء الله. اليشمك هتنزل في خلال 10 ايام بكتير، اتصورت سلمى رشيد برضو وعملنا فكره كده حلوه في تصويرها، وهي اجتماعيه لطيفه كده بتعبر عن البنات يعني عن حال البنات وحياتهم المختلفه يعني، البنت اللي بتشتغل، البنت اللي بتعمل عندها حلم. طب سمعنا حاجه فكده يعني؟ سمعنا. مش عايز احرقها يعني، بس احاول يعني اقول الجزء كده. كوبليه الثاني بتاعها بيقول يعني الباب اللي جيلهم منه الريح مفتوح على طول، وفي عز الفرحة أكيد في بنات قلبها مقفول، وبنات عاشت تتساهل، وبنات بتروح بالساهل، وبنات دنيتها غريبة وحالها مهوش معدول. حسن صوتك جميل ونورتني وشرفتني، واتمنى لك مستقبل باهر، وانا نفسي متوقع لك مستقبل باهر. ربنا يخليك. خلصت حلقتنا للاسف، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم في حلقه جديده من فانتوبيا. مع السلامه.